الشر يبرى لها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعين الكرام، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. لا زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المساء، شوط يليه الآخر، وترحيبنا بكم يتجدد مع بداية وانطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، انطلاقة شوطنا العاشر الذي خصص لفات القعدان، ومع تحديات سن الجداع، سن الإبداع، سن الإمتاع من مسافة 6 كيلومتر، ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته الأولى هنا في درة الميادين في الجنادرية في العاصمة الرياض. متابعينا الكرام، مقدمة الشوط وصدارة الشوط، المركز الأول يتقدم جود في هذه اللحظات بشام بن محمد بن فهد الرزق العجمي، هو المتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم من موفق لسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف، وفي المركز الثالث شعار الحصاد هو القادم مع الصداوي سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي لجهني، قادم مع الصداوي مع المركز الثالث. والمركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من شعار نادر بن فلاح بن مسفر آل رشيد مع انطلاقة مبلش ووصول مبلش مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس، خامس المراكز وخامس الأسماء المتقدمة في دائرة النداء الأول، راهي المبارك بن نصيب بن حمد بن لويع العامري مع المركز الخامس. المركز السادس القادم الحذر ناصر بن محمد بن سعيد بن عيسى الفلاحي، وفي المركز السابع أتابع القدوم والوصول من الجذاب لجزاع بن عماش بن حي للعنزي، هو القادم في هذه اللحظات مع الجذاب. وفي المركز الثامن أتابع القدوم من شعار فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي مع انطلاقة زاهي، وأيضا أتابع القدوم من شعار كيف بشعار محمد بن سعود بن محمد المري، والقادم في هذه اللحظات شعار الشرس يقدم متعب ماجد بن محمد بن حمد المري مع انطلاقة متعب في المركز العاشر. إذا متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نعود إلى مقدمة الشوط بعد اكتمال النداء الأول للمراكز العشر المتقدمة، لنا عودة إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول. من يتقدم في هذه اللحظات ويندفع جود مع المركز الأول؟ جود بشعار بن بيشان بيشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي هو المتقدم في هذه اللحظات، والصداوي من الجانب الأيمن بشعار في هذه اللحظات الحصاد بن رويشد مقدما لنا الصداوي سليمان بسلامة بسليمان الفايد الجهني يحتل المركز الثاني، يتقدم يتسلل يندفع إلى المركز الأول. الصداوي 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 هو المتقدم بالمركز الأول بشعارك يا أبو نادر سليمان بسلامة بسليمان الفايدي الجهني مع المركز الأول. المركز الثاني القادم كيف في هذه اللحظات لمحمد بن سعود بن محمد المري يحتل المركز الثاني مع انطلاقة كيف، وفي المركز الثالث القادم بكل قوة هنا شعار بن لويع هو القادم مع راهي مبارك بن نصيب بن حمد بن لويع العامري يحتل المركز الثالث، وفي المركز الرابع مبلش هو القادم، مبلش لنادر بن فلاح بن مسفر الرشيد يحتل المركز الرابع، ومتعب بشعار الشرس هو القادم، وحذاري من متعب. من يتقدم بشعار بن حلفان؟ هذا اللي والله ما منا أمان، يتقدم ماجد بن محمد بن حمد المري مع انطلاقة متعب مع اندفاعتي متعب مع هذا المسار هو المتقدم في هذه اللحظات. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط مع انتصاف المسافة واكتمال النداء الثاني للمراكز الخمس المتقدمة، المراكز
الأهم والأبرز والأخطر في هذا الشوط، الصدارة مع متعب، متعب مع مقدمة هذا الشوط، وهذا كيف بالفعل، كيف هو المتقدم مع الصدارة، محمد بن سعود بن محمد المري يقدم لنا كيف مع المركز الأول، كيف مع صدارة هذا الشوط، يتقدم بو سعود مع الصدارة، محمد بن سعود بن محمد المري مقدما لنا شعاره، مقدما لنا كيف وانطلاقتي كيف مع المركز الأول، كيف يا سلام على هذا الانطلاق والانفراد والتقدم مع صدارة هذا الشوط، مع مقدمة هذا الشوط يقدم لنا كيف في هذه اللحظات بو سعود، محمد بن سعود المري مع المركز الأول. المركز الثاني شعارك يا بلويع هو القادم مع راهي، مبارك بن نصيب بن حمد بلويع العامري يتقدم مع راهي مع المركز الثاني، والصداوي ثالثا سليمان بن سلام الفايد الجهني القادم مع الصداوي، الصداوي هو القادم مع المركز الثالث. في المركز الرابع متعب شعار بن حلفان هو القادم، ماجد بن محمد بن حمد بن حلفان المري يقدم لنا متعب مع المركز الرابع، وخامسا مبلش بشعار في هذه اللحظات، في هذه اللحظات القادم مبلش مع المركز الخامس، نادر بفلاح بن مسفر الرشيد من يقدم لنا مبلش وشعاره القادم مع المركز الخامس. نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وإلى انطلاقتي كيف مع المركز الأول بشعار محمد بن سعود بن محمد المري من يتقدم وينفرد مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، يتقدم في هذه اللحظات كيف مع المركز الأول، محمد بن سعود بن محمد المري هو المتقدم والمنطلق بالصدارة، المندفع بالمركز الأول ينطلق هذا الشعار من أجل الفوز ومن أجل النوماس ومن أجل الانتصار في هذا المهرجان، في هذا الكرنفال، كيلو ونصف الكيلو يا راعي كيف ما تبقى عن الفوز وعن النوماس. الصداوي قادم مع المركز الثاني، شعار الحصاد هو القادم مع المركز الثاني، قادم من أجل تحقيق الأماني. الصداوي يصل في هذه اللحظات، سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني يقدم الصداوي، راهي هو القادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات، وشعار مبارك بن نصيب بن حمد باللويع العامري، متعب مع الشرس بالمركز الرابع، يتقدم متعب لماجد بن محمد بن حمد المري، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، دقة أجراس الكيلومتر الأخير، وانطلق كيف مع المركز الأول بلا أوامر بلا تعليمات، بالعروض التلقائية ينطلق كيف، محمد بن سعود بن محمد المري هو المتقدم مع كيلو الحسم وأمتار الحسم، أصدر الأوامر ولكن الحصاد قدم الصداوي، اندفع الصداوي إلى المركز الأول، تسلل إلى الصدارة، انطلق بالأمتار النهائية، الصداوي مع المركز الأول، سليمان بسلامة بسليمان الفايدي الجهني يقدم لنا الصداوي، راعي العوايد وراعي الإنجازات، ما شاء الله تبارك الله، الصداوي هذا والله ما هو قريب علي في رصيد معرض متنقل من السيارات، تهانينا يا الحصاد، تهانينا على فوز الصداوي في هذا المهرجان وحصوله بالمركز الأول، يعيد لنا الأمجاد، تهانينا لسليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجاني من قدم لنا الصداوي بالعروض المميزة مع آخر الأمتار، تهانينا والف مبروك لسليمان بن سلامة الفايدي الجاني على هذا الفوز. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني غازي لعلي بن حمودة بن علي الظاهري مع المركز الثاني، المركز الثالث من نصيب فرج بن محمد بن فرج الغفران مع زناد، وفي المركز الرابع متعب لخالد بن منصور بن حمود العجمي، وراء المركز الخامس من نصيب راهي لمبارك بن نصيب بن حمد بن لويع
العامري. متابعينا الكرام، شوط الختام كان من نصيب الصداوي، تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وحصول الصداوي بالمركز الأول في هذا الشوط. تهانينا لسليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي لجهني على حصول الصداوي بالمركز الأول في شوط الختام في هذا المساء. تهانينا والف مبروك لك يا أبو نادر على هذا الفوز وعلى حصول الصداوي بالمركز الأول. تهانينا والف مبروك على فوز هذا البطل وتحقيق للانتصار في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. متابعينا الكرام، الصداوي صاحب المركز الأول لسليمان بن سلامة الفايدي لجهني، توقيته الزمني توقيت الصداوي 9:22:34 جزء من الثانية. المركز الثاني من نصيب غازي لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري 9:27:50 جزء من الثانية. زناد مع المركز الثالث لفرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفران 9:30:27 جزء من الثانية، توقيت صاحب المركز الثالث في هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لكل الفائزين في هذا المساء، وحظا اوفر لمن لم يحالف الحظ. ناطح الله عقيد في حزة تندب الخفرات رجالها، جرد مع غام عشافي طويل المديد، دايم وهي باخر الأمتار بالحالها. يقول صوت العزاوي لقبلت من بعيد، يمكن لو إن الهوى ما قفته شالها. على طرايع شبابها يبدعون النشيد، وسيف من راعي العجيجي فاهم.